صباح الخير. كيف ممكن تكون حظوظنا اليوم؟ خلينا نشوف سوا بفقرة جديدة من أوروسكوب. وأول برج بفقرتنا مثل كل يوم منبلش مع برج الحمل. مهنياً الروتين بالعمل من الأمور يلي عم بتسبب لك انزعاج كبير، فمن الأفضل إنك تلاقي حل سريع لهالمسألة. أما عاطفياً انتقادات الشريك بتزعجك وبتخليك تفتش عن الوقت المناسب لتفتحه بالموضوع. صحياً ما تحاول التهرب من القيام بالتمارين المطلوبة منك، فهي ضرورية لصحتك. الثور مهنياً لازم تلاقي طريقة تكسر فيها الروتين اليومي يلي عم بيسبب لك مشاكل كتيرة مع الزملاء بالعمل. عاطفياً حب جديد ومحاولات لنسيان الماضي، المهم ما تعيش بحلم وتفكره حقيقة. منكمل مع برج الجوزاء. مهنياً مشكلة مع مسؤول عنك يمكن تعرقل لك مزاجك، حاول إنك تتقبل الملاحظات بلا ما تاخد الأمور شخصية. بالحب العصبية ما رح تفيدك مع الشريك ولا بتحل المشاكل، حاول إنك تكون سلس بالمواضيع يلي بتتناقشوا فيها. أما صحياً أنت خايف شوي من العوارض يلي صابتك فجأة، فالأفضل تعمل فحوصات تطمن بالك. السرطان مهنياً اليوم بتلاقي طريقة للتواصل مع الزملاء وبتنجح بتمرير رسالتك. عاطفياً ما تاخد قرارات عشوائية للفت نظر الشريك، فهو بحبك وراضي فيك. نوصل لبرج الأسد. مهنياً التصرفات الغير مسؤولة منا من مصلحتك، المطلوب اليوم هو الالتزام الجدي. عاطفياً التحرر من الارتباط بيلزمك تقديم تنازلات للشريك، وخصوصي أنه الموضوع يمكن يكون له عواقب سلبية مش من مصلحتك. صحياً كتير مفيد أنك تمرن جسمك كل يوم الصبح تترتاح من التشنجات وخاصة بكتافك. العذراء مهنياً حاول أنه تشوف الأمور بجدية أكبر لتقدر توصل للهدف المقصود. عاطفياً بتعزز علاقتك الشخصية وبتفتح صفحة جديدة بحياتك العاطفية. صحياً صحتك ممتازة، المهم تعرف تحافظ عليها. الميزان مهنياً بتتوصل لحلول لبعض العرائيل يلي كانت عم توقف لك تعاملك مع الشركة، وبتبلش مشاريع جديدة بيكون مصيرها النجاح. صحياً ما تحمل هموم غيرك، اهتم بمشاكلك وبصحتك لأن وضعك الصحي دقيق وبحاجة لعلاج. نوصل للعقرب. مهنياً الثقة مطلوبة اليوم أكثر من السابق، وحتفتح بوجهك مجالات متعددة ما كنت أبداً متوقعة. عاطفياً استعدادك للدفاع عن الشريك بخليه يتأكد من حبك لإله وبيزيد ثقته فيك. صحياً خفف قد ما فيك من النشويات والحلويات وخصوصي بوجبات العشاء. القوس اليوم أنت نشيط ومفعم بالحيوية ومتفائل، وبتفرض رأيك وخياراتك على كل المحيطين فيك. بالحب انطلاقة جديدة بتساعدك على تحقيق استقرار عاطفي، وتحديداً بعد الروتين يلي كنت عم تمرق فيه العلاقة من فترة. الجدي مهنياً حاول تخلص شغلك وكل التراكمات الماضية بأسرع وقت ممكن، لأن يمكن يزيد عليك الضغط بالفترة الجاية. بالحب لازم تاخد قرار جدي بعلاقتك بالشريك، وخاصة أنه صار لك فترة طويلة معه وبلش يشتكي من الموضوع. نوصل لبرج ما قبل الأخير، برج الدلو. مهنياً بتحاول أنك تتمثل بزميل لإلك بالعمل، فطريقة شغله وتنظيمه بيخلوه يكون مثال أعلى لإلك. عاطفياً المشاكل يلي عم بتصير مع الشريك عم بتخليك موتر وضايع، فبنصحك توضح الأمور وتعالج الموضوع بشكل سريع. برج الأخير، برج الحوت. مهنياً كثرة أفكارك بتخليك ضايع وبتخليك مش مركز، انتبه من الأغلاط يلي يمكن ترتكبها وتخسرك مصداقيتك بالشغل. بالحب أجواء رومانسية بتسيطر على علاقتك بالشريك، وبتقضوا أجمل الأوقات وبتستعيدوا أجمل الذكريات. صحياً قسم وقتك بين العمل المتعب والراحة يلي بتستحقها، تا ما ينعكس الأمر سلباً على صحتك.
أما صفات مولود اليوم، بحب الأكل الدسم وأجواء الرفاهية والراحة، بيعشق الطبيعة والأشجار والمناظر الحلوة، حتى أنه ما عنده مشكلة يقضي كل وقته فيها. عنده جاذبيته الخاصة، محب عطوف، بيساعد كل مين طلب منه المساعدة بلا ما يكون ناطر شيء بالمقابل. أصدقائي، هيدي كانت كل فقرتنا لليوم. أنا بدي أذكركم horoscope@hotmail.com هو الإيميل يلي فيكم تتواصلوا فيه معي وتسألونا أي شيء بخص عالم الفلك أو برجكم، وأنا أكيد رح أجاوبكم. بلاقيكم بكرة بأخبار جديدة مع عالم الفلك. إلى اللقاء.